خلفك وعادت غانية من جديد في منتصف الميدان. وصلت إلى إسحاق مرة أخرى. إسحاق شاهد الحارس خارج حذاري من الكرة الصعبة. سدد كرة طويلة وعالية غلطته وسجلت في مرمى. حتى التعامل لم يكن بالشكل السليم صراحة، وكان خارج كثيرا من منطقته الحارس بلهندي، حارس رديف نادي نيس. وأول هدف لمصلحة المنتخب الغاني في المباراة بشكل رائع، سدد هنا من بعيد الرائع جدا أيمن، أو الرائع جدا إسحاق فتو أبدول. عجب أن نقول